قالوا المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة والقوات الحكومية يواصلون انتصاراتهم، مؤكدين أن شهر رمضان المبارك سيكون شهر الانتصارات على من أذاق الشعب اليمني كل صنوف العذاب من جوع وخوف ومرض وكذب، ومواصلين اقتراح البطولات والتوغل في عمق أوكار الميليشيات حتى تطهير كل اليمن من شرورهم. أكد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية أن الجنوب والشمال يتوحدان اليوم بدعم من الأشقاء في معركة الخلاص الوطني من ميليشيا الإرهاب الحوثي. وقال في تصريح مقتضب نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه في 22 مايو 1990 أعاد الزعيمان علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض توحيد شطري اليمن شمالا وجنوبا، وأضاف: واليوم يتوحد الجنوب والشمال بدعم الأشقاء لاستعادة صنعاء من براثني ميليشيات الحوثي الإرهابية.